المركب. انطلاقة باص الامام، محاولة هجومية جيدة، عرضية راسية حلوة من ربيعة، متابعة من خطورة، هوب التصويبة، ولكن على طول حكم اللقاء يديها ركلة جزاء لصالح بلدية المحلة. تصوب قدم ماجد هاني جت في ايد اللقاء. ادي العادة مرة تانية، التصويبة ولكن جت تقريبا في ايد اللاعب وهو كريم نيدفيد. ادي العادة مرة تانية، ادي ماجد هاني والتصويبة، ومصطفى شبير والمهاجم الهداف حسام اشرف يحطها جميلة حلوة 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 على الشمال. مصطفى شبير عشان بلدية المحلة يسجل الان الهدف الاول، هدف لحفظ ماء الوجه اليوم امام النادي الاهلي. حطها جميلة، ارضية قوية زاحفة على الشمال، وشبير راح على اليمين. واحد بلدية المحلة، خمسة النادي الاهلي، والهدف التاسع لحسام اشرف، اصبح الان هو الهداف رقم واحد لدوري نايل. تسع اهداف لحسام اشرف، منهم هدفين من ضربتي جزاء.